مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع جماهير النادي الاهلي. هارد لك طبعا، تعادل غير متوقع غير منتظر امام سموحه، خساره نقطتين. عارف ان هم الى حد كبير، مش بس عشان خساره النقطتين، لانه رقميا او حسابيا الاهلي يقدر ان شاء الله مع المباراه المؤجله ليه يستعيد صداره الترتيب، لكن يمكن القلق او التوتر شويه، او حتى لو قلنا حجم الغضب اللي عند جماهير النادي الاهلي من خساره نقطتين امبارح، مش مرتبط بمسابقه الدوري بقد ما هو مرتبط بالمشوار اللي جاي، والمشوار اللي جاي صعب. عشان كده ثق تماما تماما انه حاله التوتر وحاله القلق دي زي ما هي موجوده عند الجماهير، موجوده كمان عند مستر مارسيل كولر، وموجوده عند اللعيبه نفسها اللي بالتاكيد عندها مهمه، مش مهمه، مجموعه مهمات في غايه الصعوبه. عشان كده كل اللي مطلوب بس نخفف الضغط. ده دور او دي المرحله اللي الاهلي فيها محتاج جمهوره بشكل كبير. دعم جماهير النادي الاهلي بالتاكيد هتكون عامل مساعد ان شاء الله على تخطي الصعاب اللي بننتظرها او اللي يعني في انتظار مواجهتها فيما هو قادم وما هو ات. واولها مباراه صعبه جدا جدا قدام يانج افريكانز في تنزانيا في دار السلام يوم السبت اللي جاي، تاني مواجهات دور المجموعات في دوري الابطال اللي بالتاكيد هنركز عليها النهارده وهنتكلم عليها. الصعوبه مش مرتبطه بس انها خارج الارض ولا مع فريق الحقيقه مختلف تماما جمله وتفصيلا عن فريق ميدياما اللي واجهناه في الجوله الاولى، لكن كمان من حيث التوقيت ومن حيث الدوافع. الدوافع اللي بتخلي يانج افريكانز في حاله تاهب كبيره جدا واستعداد على اعلى درجاته في مواجهه الاهلي، لانه فقط 3 نقاط وبالتالي محتاج يستمر في المنافسه، وبالتالي هتكون مباراه صعبه. باذن الله ثقتنا كبيره جدا في فرقتنا انها تقدر تتجاوزها وتعود ب3 نقاط تريحنا في مشوار المنافسة على تذكرتي التأهل عن دور المجموعات. دوري أبطال أوروبا حاضر بالتأكيد معانا النهارده، وخصوصا بعد جولة نارية تحس إن احنا مش في دور المجموعات على الإطلاق، نوك أوتس أو أدوار كمان قبل نهائية. امبارح كان في مواجهات قوية جدا، والنهارده هنرشح لكم مواجهتين هنتكلم عنهم بالتفصيل، ريال مدريد في مواجهة نابولي ومانشستر يونايتد في مواجهة جالاتا سراي. قبل ما ندخل في التفاصيل، فاصل ونبدأ حلقتنا.